اختصار مباريات ليله امبارح. اولا خلونا نبلش برشلونه ونحكي بشكل واقعي. من بعد المباراه انا ما نزلت عند مقطع اصلا لانه كان التحكيم معقد. اللقطه يلي حيرت الكل اذا ركله الجزاء ولا لا، حتى بالاعاده منا واضحه، ديباي لمس طابه بالاول ولا مدافع قلشي هو اللي لمس طابه بالاول. انا بهذا المقطع حفرجيكم اضبط زاويه لتبين مين هو لمس طابه بالاول. طلعوا قدامكم، حتى بطقت لكم هي رح تكون واضحه 100%. ديباي لمس الطابة بالأول بإيده اليمين من بعد ضربة بإيد مدافع ألشي، يعني باختصار هيدي اللقطة ما كان لازم تنحسب ركلة الجزاء. وهيدي اللقطة الثانية بآخر دقيقة اللي صارت 100% بنالتي بدون أي جدال. هلأ بكل صراحة ما فينا ننكر أبدا الأداء الرائع والفرص ضايعة اللي ضيعها برشلونة بهيدي المباراة. حتى حارس ألشي كان هو النجم الأول بالمباراة، برشلونة ضيع فرص كتير، لو ما الحارس كان ربحوا 5. بس نحكي بالظلم التحكيمي، لا كان في ظلم 100%. ألشي ظلم تحكيميا 1,000,000%. اما بالنسبه لدربي مانشستر، فتذكرت الايام الحلوه يلي كنت العب فيها بلاي ستيشن مع خيي الصغير. شو هيدا وراك بتقولوا لي مانشستر حمراء؟ من بعد 2012 كلها زرقاء، وهيدي نقطه على السطر. اما هلكن شوي، يلي مفكر انه رونالدو مصاب فهو منه مصاب، وانا حبرهن لكم انه هو منه مصاب بالمقطع يلي جاي. والله ايامك سودا من بعد اليوم، اطلع من هون. حطوا لي الجوهره الايطاليه الميلانيه، طلعوا قدامكم الاي سي ميلان عم بعود من جديد. الميلان متصدر الدوري الايطالي ومن بعد 12 سنه هو الاقرب ليربح الدوري الايطالي. بتطلعوا بالميلان هيك والله العظيم تنبسطوا لهم حتى لو ما بتشجعوهم. يعني فريق تاريخي، واحد من اعرق وافضل فرق بتاريخ كره القدم، عم بعود من جديد هلا حاليا. وجيرو ما ننسى انه هو افضل صفقه هذا الموسم من الاي سي ميلان، من بطل اوروبا لبطل ايطاليا عن قريب.